طفولتنا تعودنا على مسك القلم للكتابة، ورافقنا هذا القلم على مقاعد الدراسة لسنوات طويلة، ولم نكن نتصور يوما أنه سيفارق أصابعنا. ولكن مع ظهور الحواسيب ولوحات المفاتيح ثم اللوحات الرقمية التي غزت البيوت ومكاتب العمل في البلدان المتقدمة بداية من العام 2010، تغيرت عاداتنا في الكتابة وابتعدنا نوعا ما عن استخدام القلم والورق. والآن هناك مدارس بدأت في التخلي شيئا فشيئا عن القلم كأداة رئيسية للكتابة. هذه المدرسة الخاصة لتعليم اللغة الإنجليزية في جنيف أنفقت ما ينهز 800 ألف يورو على مدى 3 سنوات لتجهيز كل قاعة الدرس بلوحات رقمية. خلال حصة الدرس يستخدم كل طالب لوحته الخاصة المجهزة ببرامج تربوية محددة. اقرأوا كل الأسئلة بتمعن واختاروا الكلمات المناسبة لملء الفراغات، تقول مدرسة اللغة الإنجليزية هذه، والتي يمكنها رؤية إجابات الطلاب على لوحاتهم الرقمية مباشرة أثناء قيامهم بالتمرين. نحن بحاجة للاستفادة من مهارات القرن 21، تلك التي سيحتاجها أطفالنا عندما يبدأون حياتهم العملية. في الوقت ذاته أعتقد أن الكتابة تسمح باتصال مناطق في الدماغ بطريقة مختلفة عن اتصالها عند الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح. طريقة التعليم الرائدة في هذا المعهد الثانوي بجنيف قد تكون مقدمة لتحول تاريخي. السيدة كلير كليفاز أستاذة وعضوة في مختبر الثقافات والعلوم الإنسانية الرقمية في جامعة لوزان ترى أن اختفاء القلم قد يمثل صدمة حضارية وتحولا لا يقل أهمية عن التحول الذي أحدثه اختراع الطباعة من قبل جوتنبرغ عام 1455. ربما نحن ذاهبون نحو تغير كبير إلى حد ما. أعتقد أنه يصعب علينا حاليا القول بأننا لن نستخدم القلم للكتابة مستقبلا، ولكن أعتقد أننا قادرون على التكيف والاستفادة القصوى من طرق الكتابة الجديدة المتوفرة لدينا. على الآيفون أو على الآيباد نحن نستخدم اليد للكتابة، ولكن ما نفتقده حقا هو هذا التواصل بين الجسد والورق، وهذا برأيي تغير حضاري هام. الفيلسوف جاك ديريدا قال إنها مرحلة تاريخية جديدة تولد قلقا. حسنا، هذا ما استنتجه، وشخصيا سأكون مهتما بمتابعة الثقافة الجديدة التي ستتطور مع هذه الوسائط الإلكترونية. نحن نرى أن مكانة الكتابة تغيرت واتجهنا أكثر فأكثر نحو ثقافة النص والصورة والصوت، كما أن الصورة والصوت تزداد أهمية أمام النص. العديد من الدراسات أظهرت في المقابل تأثير تعلم الكتابة اليدوي على التطور المعرفي للأطفال، لكن في الوقت الراهن لا شيء يبرهن بشكل قاطع على أن استخدام لوحة المفاتيح للكتابة هو أمر إيجابي أو سلبي لنمو الدماغ. هناك فرق بالتأكيد بين القيام بحركة مهيكلة للكتابة على الورق وبين القيام بحركة مهيكلة للكتابة باستخدام لوحة المفاتيح، لكن لا أعتقد أنه تم القيام بدراسات كافية على الأقل حاليا للقول بوضوح أن أسلوب الكتابة النسخية مقارنة بأساليب أخرى للكتابة سيكون له تأثير على نمو الأطفال. القلم قد يكون على وشك خسارة المعركة أمام تقنيات الكتابة الحديثة. وفقاً لتقارير نشرها معهد يورو مونيتور في العام 2012، تراجعت مبيعات الأقلام بصفة ملحوظة في معظم الدول الغربية. في المقابل وبالتحديد في سويسرا، ارتفعت مبيعات الأقلام الفخمة والراقية التي قد تتحول إلى وسيلة للعودة إلى الأصل، إلى فن الخط.